شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فحص الوزن للاعبين المشاركين في النسخة 27 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين والذي أقيم بمجمع ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وحضر فحص الوزن سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للاعبين وعدد من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بالاستعدادات القوية للاعبين المشاركين، مؤكدا سموه أن تلك التحضيرات تعكس حرص اللاعبين للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوض المنافسات والذي يتطلعون من خلالها لتقديم المستويات القتالية التي تمنحهم الفرصة لإحراز الانتصارات، مضيفا سموه أن قوة الاستعدادات سيكون انعكاسها إيجابي على ظهور في النزالات بالشكل المميز الذي يساهم في إبراز وإنجاح هذه النسخة من البطولة.